أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الدكتور محمود محي الدين، أكد أنه تم البدء في تناول قضية توطين العمل المناخي بمصر، وأشار إلى أن المشروعات الذكية الخضراء شارك فيها النساء والشباب وكذلك الشركات الناشئة هي فكرة تم تداولها بدءا من المستوى المحلي إلى إفريقيا وما وراء ذلك، وأن هناك سعيا لأن يعمل الجميع في هذا الشأن. يجب أن يكون هناك منصة خاصة بالبلد تضع الأولويات الخاصة بالمجالات المرتبطة بالمناخ، جميع المجالات المرتبطة بالمناخ، ولكن لدينا بعض القطاعات المرتبطة بالغذاء والماء والطاقة، ولكن جميعها مرتبطة ببعض الصعوبات المرتبطة بالمناخ، ولكن يجب أن يكون هناك نوع من الدعم العملي، ولكن أن نقدم حلول عملية وحلول جيدة من خلال تقديم سلسلة من المشروعات وتقديم الدعم الفني.